فضائل الأعمال. فضائل الأعمال. الرحمة. الرحمة خلق أودعه الله قلوب الكائنات، تدفع الكبير كي يحنو على الصغير. هي تلك التي تراها في خيل حين ترفع حافرها من فوق صغيرها خشية أن تصيبه. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى حيان بمصر: إنه بلغني أنه بمصر إبلا نقالات يحمل على البعير منها 1000 رطل، فإذا أتاك كتابي هذا فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من 600 رطل. وكتب إلى صاحب السكك ألا يحمل أحدا بلجام ثقيل، ولا ينخس بمقرعة، أي لا يضرب بعصا في أسفلها حديدا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فضائل الأعمال. فضائل الأعمال.